أصحاب المعالي السيد جرومبيرة رئيس البرلمان الإفريقية، أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الدول الإفريقية، أصحاب المعالي ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات الإفريقية والعالمية، أصحاب السعادة رؤساء الوفود السيدات والسادات النواب البرلمانيون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي بالإصالتي عن نفسي ونيابة عن سادة أعضاء مجلس الشعب الصومالي أن أتوجه في البداية بأسماء عبارات الشكر والتقدير لمعالي السيد رئيس البرلمان الإفريقية، وأشكر كذلك جمهورية جنوب إفريقيا قيادة وشعبا على حسن الاستقبال وكريم الضيافة. أصحاب المعالي والسعادة، تنعقد قمتنا تحت شعار عام تقضية تعزيز القدرة على الصمود والتقضية والأمن الغذائي في الغارة الإفريقية، تعزيز الأغذية الزراعية وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لتسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والإقتصادي. أيها السادة، في هذا اليوم وكما لا يخفى عليكم فإن هذا المؤتمر في هذا ما يشهد العالم وخاصة القارة الإفريقية، فالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات المدمرة للمحاصيل الزراعية والآفات التي تصيب الزرع وتلوث مسادير المياه والجفاف المتكرر وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، خلفت عواقبه اقتصاديا واجتماعيا وخيمة أثقلت على عاتق الأمن الغذائي لشعوبنا، ومما زاد الأوضاع سوءا الاضطرابات السياسية المعقدة والصراعات المسلحة والانتشار الجماعة الإرهابية في بعض المناطق. كل هذا أدى إلى خطرة المجاعة الذي يهدد العديد من مناطق في الغارة. أيها الإخوة والأخوات، على مستوى الصومالي نواجه وبشكل شبه دائم آثر المشكلات التي نجمت عن بعض هذه المشاكل آنفة الذكر. لذا جمهورية الصومالي تدرك مدى أهمية التعاون على المستوى القارة الإفريقية لمواجهة هذه المشكلة، ونتطلع إلى صياغة موقف إفريقي موحد خلال هذه القمة يلبي طموحات شعوبنا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، واثقين تماما من أن المناقشات التي تدير في هذا الاجتماع سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الجوع وتبعاته لشعوبنا، ووضع حلول ناجحة من أجل التكاتف والتعاون، ووضع نظام الإنذار المبكر للجفاف والمجاعة قبل أن تحسد أرواح المواطنين ومواشيهم، والاستجابة السريعة عند التقديم بطلب من أي دولة إفريقية. أيها الإخوة والأخوات، فإننا ندعو جميع الاتحاد الإفريقي في وضع هذه الأجندة التنموية ومع وكالات الأمم المتحدة وحكومات وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وجعل شعارها عام التغذية الإفريقية خالية من الجوع، وذلك من طريق تفعيل الجهود ووضع الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد حول الأمن الغذائي بما ينسجم مع أهداف قدرة دولنا مع عدم الإغفال للتكنولوجيا وتسخيرها لتوفير الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. الحضور الكريم، نوصي بضرارة جعل الأمن الغذائي في صلب اهتمامات دولنا، وأيضا الحث على استقبال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وادخال أنظمة زراعية حديثة في إفريقيا، الذي كما ندعو لتكافؤ الفرص في الاستفادة من الأرض من الأمن الغذائي، والتكفير في أساليب مبتكرة لتعزيز وفرة الغذاء، والتفكير في أساليب مبتكرة لتعزيز وفرة الغذاء. السيدات والسادات الأفاضل،
إننا كبرلمانيات وبرلمانيين في إفريقيا يجب أن نوفي الالتزامات التي قدمناها أمام شعوبنا وأن نتحمل مسؤوليتنا للمساهمة في رفع الوعي حول أهمية الأمن الغذائي لشعوبنا، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن، والبحث عن سبيل معيشة مستقرة تكفل لهم حياة عادية وكريمة، وذلك من خلال تركيزنا للعمليات التشريعية ومحاسبة المسؤولين أمام مجالس البرلمانية. أيها الإخوة، نجدد تمنياتنا لأعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح، شاكرين كل من عمل للتحضير والإعداد له وتوفير عوامل النجاح لأعماله، داعين الله التوفيق للجميع والعمل لما فيه خير وسالي شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفرحي إلكا قاسحبت هذا يقراب ضعظم ولسودك أبكى الضهب شيل سياد سفضل لعقو قدرته مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كضهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ضهب شيل هول فضيدي هاقا مالية ديت.